ببيناتنا اليوم تامينا سعاده فنانه تشكيليه موجوده معنا. رح نتعرف اكثر على تامينا بس كمان من خلال اعمالها يلي موجوده بكثير من المناطق اللبنانيه. اهلا وسهلا فيك. ميرسي. اهلا فيك تامينا. خبرينا اول شيء يعني الفنون التشكيليه كيف وصلتي عليها وليش قررتي انه يعني وين الفنان بيقرر انه هو فعلا بده يكمل بهالطريق وفعلا عنده هالموهبه يلي بدها توصل لمطرح ما بده، او بتكون بس الفن للمتعه يعني لمتعه الفن؟ اكيد بيقرر، اكيد بده يكون في موهبه بالاول، والموهبه واحده ما بتكفي اذا ما مارسناها او تبعنا مع دراسات اكاديميه تتصير مزبوط شغلي بروفيشنال. بقى انا من الاول اكيد كان في شوي موهبه، وبالاختصاصات اللي فت فيها كلها كانت ضمن الفنون. تخصصتي بالفاين ارتس، بالفاين ارتس اكيد التشكيليه. نعم. رح نشوف كمان بعد شوي كثير من اعمالك اللي كمان في اعمال موجوده بالمناطق اللبنانيه، لانه فتي على النحت بس من باب مختلف، من الموزايك طبعا، من الموزايك. ايه؟ خبرينا شوي عن هالنوع من التكنيك. هالنوع هو ما فت انا ماني نحاتي. نعم. بس الموزايك هو شغل بالحجر بجميع انواع الاحجار، ان كان جرانيت رخام غيره. هلا كفنانه تشكيليه اكيد بعمل الكومبوزيسيون وبدي اشتغلها اجباري على حجر. هالحجر يعني فت بشيء اسمه سكولتور، بالاشياء الناعمه اللي انا بقدر اعملها تتلبي لي متطلبات الديزاين اللي بكون انا عملته كموزايك. بس الموزايك اللي بحط فيه ماتير غير الحجر، الازاز، الكريستال، الميتال، ايام يعني ايام البيير سومي بريسيوز، يعني تعمل شيء ارتستيك اكثر، يعني ديكوراتيف كمان اذا فيك تقولي. درست كمان التربيه الفنيه وبتعطي فورماسيون للاساتذه، ويعني نعم. التربيه الفنيه بالمدارس شغله بتهمك كثير ومتخصصه فيها. شو أهمية التربية الفنية بالمدارس؟ كيف بتكون يعني تربية فنية شيء ومادة رسم هيك بس؟ ايه هلا قديما بالمناهج القديمة البيداغوجي تراديسيونيل كانوا يقولوا منعلم الرسم. هلا هذا تعليم الرسم أكيد شغلة منا مضبوطة تربويا. هلا سموها بالمناهج الجديدة الإدوكاسيون أرتستيك، لأنه الهدف منها تربية الحس الفني عند الولد، يعني ديفلوبمون جلوبال تبع التلميذ. بقى اكيد شغله كثير مهمه لانه بتنمي الابداع عندهم، بتنمي الموتريسيتي فين، يعني يقدروا يشتغلوا بايديهم، يصيروا اكثر يقشعوا الاشياء اكثر احسن. يعني هي التربيه الفنيه مش بس انه يرسم، لانه كل الاولاد بيخلقوا عم بيرسموا شيء طبيعي، بيخلقوا رسامين كمان وبيرسموا اشياء كثير حلوه لانه صادقين تطلع من هي تعبير بالنسبه لهم، كيف الموسيقى، كيف هي الفنون التشكيليه ذات الشيء بيعبروا بالخط وباللون وبالرسم وبكل شيء. من هون اهميتها بالتربيه. واليوم في علاجات بيعالجوا مشاكل اللي بيوقعوا فيها الاولاد او اللي بيكونوا صغار عن طريق رسوماتهم، بنفهم شو بيعانوا، شو احساسهم عن طريق اذا تبعنا الرسومات تبعهم، لانه هن طريقه للتعبير ما فيهم يحكوا. اسمع، هيدا وكله في اولاد ما بيحبوا الرسم يعني، او ما عندهم هالموهبه وما عندهم يعني ايدهم منا. إيه ما ضروري يعني، هي التربيه الفنيه منا تنربي تخصص فنانين او رسامين، هي بس طريقه للتعبير تيعبر الولد عن شو بحس. وهلا صار الذوق الفني او يعني الايسوار دولار او يعني عم ياخذ اهميه اكثر من بس الورق. اهميه اكثر لان فاتوا بالمناهج، حطوا اشياء، حطوا سكولتور، حطوا بينتر، حطوا، صاروا الاولاد يعرفوا. كمان شيء جديد كثير وقتها صارت هالنهضه، وصاروا البلديات يعملوا سيمبوزيوم، يحطوا سكولتور بالشارع، صار يلفت نظر الاولاد مثل كبار، يعني صار يتعود العين انه يشوفوا الفن شو يعني فن. مع انه في كثير فن مأذي للعين عم بيكون، بس انه شوي شوي هي الثقافه الفنيه بتتطور من هن الاولاد تيصيروا كبار. نعم. خلينا نشوف البعض من اعمالك ونحكي عنها شوي، لانه كمان اعمالك متنوعه متنوعة. في شو عم نشوف هلأ؟
لوحات هو لأكريليك كومبوزيسيون أرتستيك أكريليك كمان في موضوع للوحه موضوع انت بتكوني بدك توصليه او أكيد. ممكن ترسمي اللوحه وتتركي المشاهد يعني اكيد هلا كل فنان وقت يرسم بيكون في شيء عم يرسمه بس انا هون بجرد شوي الاشياء ما برسم كثير فيجوراتيف واكيد كل مشاهد يمكن بلاقي حاله بمطرح بلون بفورما بس في الوان بتتكرر يعني شفت اللوحات قبل في نيونس من الالوان بتتكرر عندك ليش يعني في شيء كثير شخصي بالالوان هلا الالوان ايام كيف تعرفي فنان لو غير ستيله لو شيء في الوان بيبقى هي الباز تبع شغله او هو بحبها يعني وبيرتاح مشان هيك هي اللي بيميز فنان عن الثاني الالوان شغله شخصيه اكثر وعم نشوف كثير باللوحات الانسان موجود بمطرح من المطارح على طول لانه الحياه ما في حياه انه ما في حياه بدون انسان على طول في انسان حتى لو مجرد بس بعد لهلا ما شفته وحده بس مو بعرف اذا رح اشوفه بغير لوحه وحده على طول في على القليل اثنين هون شو عم نشوف؟ هون تجريد طبيعة زهور ما بترسمي بيزاج واضح بلا بترسمي بيزاج باللوحات اللي هون موجودة قبل كنت ارسم بيزاج بس كل فنان انا ما بعد 30 سنة هلا عمل فني بيتطور الشغل بصير عندي ستيلي الي بصير جرد الاشياء مثلا مثل هون خالطة الحجر مع البينتور بزيت شيء على التوال كمان حلو كتير رح ننتقل كمان بعد شوي لنشوف الموزايك ونرجع نشوف كمان هالنيونس اوقات من الالوان بس لما بنحكي موزايك يعني كانوا عم تنقلي هاللوحات يلي فيها هيك شيء من الموزايك على الحجر هون شو عم نشوف؟ هون الفساد تبع بيت الثقافة والشباب بسوق مكايل رولييف بالموزايك بتعبر عن الموضوع تقريبا فيها ناس فيها ريون دو سولي للنور للثقافي في يعني معبرة شوي هي انعملت تام لها المطرح نعم كمان هون بسيمبوزيوم ب 2011 نحت بعمشيت مونومون بموزايك انعملت فيها كل الماتيار اللي قلت لك بيشتغل فيهم بتنظمي سيمبوزيوم بلبنان؟ انا بشارك بتنظيم سيمبوزيوم في نحات بيير كرام اللي هو بينظم هو نحات وانا فنانه تشكيليه بنتشارك بتنظيم السيمبوزيوم لما بنقول سيمبوزيوم يعني الشغل عم بيصير قدام الناس؟ سيمبوزيوم انترناسيونال يعني بنجيب نحاتين من العالم من اوروبا من امريكا من جميع المناطق نحاتين معروفين كثير نومي او بينتر كمان زيت الشيء خلال 20 يوم بيعملوا شغل كل واحد بيعمل يا منحوت يا عدد من اللوحات وبيضلوا للبلديه عاده البلديات بيهتموا بهالامور والناس بيكونوا عم يشوفوا تطور هالمنحوتة او هالعمل مع الوقت اكيد تيكون بالاخر بيضلوا هالاعمال وبينحطوا بالشوارع وين بيكون بالمنطقه هون شغلك ديكوراتيف هون ديكوراتيف كمان موزايك على الحجر رجعنا للوحات وعم نشوف هيك تشابه الالوان الوان كثير حلوه بتعبر هيك عن استقرار معين ما بعرف هيك الالوان هيك بتوحي لي بس بنرجع شوي للتربيه الفنيه بتعملي فورماسيون للاساتذه شو مطلوب من استاذ الفن التشكيلي تيكون فعلا عم يقدر يوصل منه مطلوب منه يكون فنان الاستاذ اللي بعلم الفنون التشكيليه للاولاد الصغار منه مطلوب منه يكون فنان بس على القليله بده يكون تربوي اهم شيء تربوي وعنده مفهوم للنوسيون شو يعني التربيه الفنيه تيعرف يوصل يعرف حاله منه عم بخرج فنانين بس عم بينمي كثير اشياء عند الولد تتساعده هالتربيه الفنيه يمكن يشوف الاشياء احلى تيحس انه الطبيعه اللي حواليه كيف في يستعملها كيف في يعمل يبدع يمكن ويخلق اشياء من الاشياء الطبيعه اللي موجوده ببيته بحياته
بالتراب بالبحث بالطبيعة، هيدي شغلة كتير مهمة، الحس إنه الانتماء للطبيعة وللبيئة اللي هو عايش فيها الولد. بيقدر تقدروا توصلوا لكل الأولاد أو في كتير من التلاميذ ممكن إنه يكون عندهم ما بعرف مواهب بغير نوع من الفنون أو أتب تنكشف بها الحصة بحصة الفن الرسم أو بحصة الفنون، بيقدروا تكتشفوا كتير من القدرات عند التلاميذ يلي بيكونوا أكيد متوجهين بقدرات تانية. أكيد يعني ما هي التربية الفنية متعلقة ببعضها، إن كان موسيقى أو مسرح أو فنون تشكيلية، هي ما بنعني فيها أنه يرسم الولد، يمكن يخترع من إشياء بسيطة، يشكل فورمات بالبات أمودلي، يشتغل حسب العمر. حسب العمر. هنا عم نشوفك عم تشتغلي بمنحوتات الموزايك بس في شغل يدوي يعني مش كتير هين. أيه وبده يكون فعلا الواحد يعني بحب يعمل هالنوع من أيه طبعا من الشغل وعنده هالتا. اكيد بدك تكوني بتحبي بكل شيء بنعمله بحياتنا بدنا نكون كتير بنحبه تنوصل للنجاح فيه. نعم. بس نقول موزايك هون شو عم نشوف بس قبل ما تنقص هون بسيمبوزيوم اللي بال 2011 بعمشيت عم نستلم شهادات تقدير من رئيس الجمهورية اللي هو كان راعي هالسيمبوزيوم. إذا بنقول موزايك يعني شو هي القطع اللي بتستعمل بالموزايك؟ وعم نشوف قطع كبيرة أوقات. إيه هو إذا موزايك منمنمات بنقول إشي كتير صغيرة. بتحكي بالفسيفساء اللي كان قديمان قطع صغيرة بيشتغلوا. هلأ اللي أنا طورته اللي عم بعمله زيادة الموزايك عم بيصير عندي أكتر ديكوراتيف، أكتر عم بستعمل الماتيار اللي مش ضروري حجر، مع الحجر اللي بيكون هو الباز عم بحط رخام، عم بحط الجرانيت على أنواعه، أنواع الحجار اللي بدي إياها، الكريستال، البيير سومي بريسيوز، يعني هاي الأشياء اللي عم دخلها الميتال بالكومبوزيسيون تبعتها تعطي أكتر حياة وجمالية من إنه تكون كلاسيك، يعني ظهرت شوي من الكلاسيك بالشغل. يعني ببحث دائم عن أكيد قطع بهالشغلة أكيد بيكون الواحد على طول بده يشوف شو جديد وبده يطلع بكل شيء بالفنية. عم تعرضي هلأ حاليا عندك أي معرض؟ إيه أنا عندي أتوليه معرض دائم وأكيد عم نحضر المعرض وعم نحضر هلأ الدو سيمبوزيوم، واحد بالبقاع واحد بالمنطقة عنا بجبال وبوقتها بنحكي عن تفاصيلهم. عن تفاصيلهم رح يكونوا. وين الأتوليه والمعرض الدائم؟ الأتوليه بحصارات يعني 10 كيلومتر عن جبال. وبس نقول الأتوليه ومعرض دايم يعني كثير من وقتك بتقضي بهالمطرح. اي يعني ثلاث ارباع الوقت اكيد بيكون بالشغل الفني. طبعا. وعائلتك وين من هالموضوع؟ انا عائلتي صاروا شوي اولاد كبار وتخرجوا من الجامعات كلهم وهيك، مشان هيك صار عندي وقت اتفرغ للفن، والفن بده حريه مثل ما بتعرفي، يعني اذا الانسان منه عنده شوي فسحة من الحرية ما في يتعاطى بالفن، حرية نفسية كمان بكل شيء، مشان هيك بده الواحد يلاقي هالبالانس بين العائلة وبين هي، والحمد لله ماشي الحال. تأثروا بهالشغل اللي عم يشوفوه كل يوم؟ يعني تعودوا، يمكن صار تعودوا أكيد يشوفوا الأشياء حلوة، وتعودوا إنه إذا شافوا شيء فني بيلفت له نظرهم، يعني صاروا قراب من الموضوع، بيقارنوا بيعملوا مقارنة إذا شافوا غير شغل. إيه أكتر شيء البنت عندي، بنتي إيه أكيد تعمل مقارنة، البنات غير الصبيان بضل عندهم هالحس اللي شوي فني أكتر. كنقاد هلأ كفنانين كمان الرجال ما فيهم يكونوا إنه نقاد، بس إنه أكيد بيقارنوا بين أعمالي وأعمال حدا. المشاهد بينتقد يعني أو خاصة هلأ بهالأيام الفن بطل، يعني صار كل إنسان بحب يخرطش، بحب ما عنده وقت فراغ، بحب يعمل شيء وبيقول إنه هو فنان، بس نعم. الفن أكتر من هيك بكتير. يعني هون كمان بسيمبوزيوم كنا عم نشوف، أو هون شو عم لا هيدي بسوق مكايل بيت الثقافة والشباب رولياف كمان علينا. كمان قلتي لي بساحة سوق مكايل كمان في إلك عمل؟ في العين تبع سوق مكايل
هلا اذا قطعت منشوفها عملت من شي شهر او شهر وشوي هيدي هيدي الكومبوزيشن عملت خصوصي للعين يعني شفتي بتوحي بالمي وكمان اكيد فيها ناس مثل ما قلتي على طول لانه المحامي نهاد نوفا اللي هو رئيس البلديه طلب التام يكون كثير ملائم مع المحل اللي بدها تنحط بقى كان هالموضوع سكيل يعني او الحجم قد ايه بياثر عندك بالتصميم القطعه يعني عم شوف اللوحات لوحات صغيره اي في كبير في صغير اي بس الحجم هلا بالموزايك كل ما يكبر الحجم كل ما احلى يعني بيعبي اكثر اكيد والحجر تشتغلي بالحجر اريح انه يكون في حجم كبير بس التصور بيصير كثير مختلف يعني ايه طبعا طبعا بده يكون اكثر قريب للواقع اكثر طبعا هون عم نرجع نشوف كمان تامينا شكرا لوجودك معنا طبعا الدربي الفنيه موضوع كثير مهم ضروري يتابع بالمدارس بس كمان اعمال يلي شفناها اعمال كثير حلوه بنرجع بنذكر انه اتوليه لك دائم بحصارات جبال شكرا لوجودك معنا ميرسي لكم ميرسي لانت يا هلا مشاهدينا وقفي هلا وبنرجع نتابع